جرأية رؤية. أنا مش قلتلك إن أخوكي موصيني وإن أنا قلتله إن أنت هتسيب الشغل خالص؟ طب افرضي يعني ماما معرفش يتصرف في الفلوس اللي كان بيقول لنا عليها. يا حبيبتي مأكد عليا إن الفلوس معاه وأنا هقابله قريب وآخد منه الفلوس. طب وليه نستعجل؟ أنا أصلا مش مرتاحة للشغل ده بقى، تعب وتأخير وبقلق عليكي كل ليلة لحد ما ترجعي. ما تسمعي الكلام يا رؤية، مالك في إيه؟ وبعدين يا حبيبتي أنت لو ميت على الشغل قوي كده شمري كمامك وقعدي احشي معانا محشي. الأوردرات زادت وأنا وأمك ما بقيناش قادرين على الطلبات الكتير. ماشي، طب على الأقل أروح لهم في الشغل أقول لهم إن أنا مش هاجي تاني وآخد بقية فلوسي. عين العقل، يلا روحي ربنا يهديك يا بنتي. ماشي، مش عايزة حاجة؟ خدي بالك من نفسك. سلام. سلام. بقول لك يا خالتي، هو ياسين بيجيب الفلوس دي منين؟ سلامتك عبيتي. ايش سلامك يا فندم؟ الحمد لله على السلامة يا ست داليا، نورت بيتي. الله يسلمك. سايق عليك النبي يخليك، وانا والله ما اهدى ولا يرتاح لي بالي لما ارجعهم لك. ما انا اللي غلطان عشان رضيت اقعد عندكم هنا. كده برضه يا دكتور؟ دي اخرتها؟ ما اخوك هيطلع ايه؟ مهندس؟ ما أكيد حرامي. كتر خيرك.